الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في ختمته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في ختمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في ختمته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في ختمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته
جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته